الهلال يكتسح شباك مضيفي هجر بخماسية ضمن الجولة 12 من الدوري السعودي. والفيصلي يعمق جراح الشباب بهدف محمد سالم. بعثة برشلونة الإسباني تصل إلى اليابان لبيت مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية. قرعة الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا تسفر عن 4 مواجهات من العيار الثقيل، إذ سيواجه أرسنال نادي برشلونة ويوفنتوس أمام بايرن ميونخ، أما روما الإيطالي فجاء أمام ريال مدريد، وباريس سان جيرمان يجدد المواجهة مع تشيلسي.